guddiga abaaraha gobolka Sool ayaa maalintii shanaad biyo dhaamis ka waday deegaanada Koonfur Bari ee gobolka Sool kuwaas oo saameyn weyn ku yeelatay abaarta ka jirtay deegaanadan oo kala ah dalsan X qarbi bayax afgooye Karin Dabeelweyn dan Geelboob waxaan halkaas ka hadlay dadweynaha deegaanadani iyagoona ka mahadceliyay guddiga abaaraha gobolka Sool iyo gudoomiyaha gobolka Sool Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye oo biyo dhaamiskani sameeyay waxaan u mahadnaqaynaa Soomaaliland ee abaaraha وحل سارن إيمك هجدد عبارةها ملح وينها الصومال اللين هي قدوميها قبل كبر صابك هي جددة عبارةها كش غير الساعة والنوي من ساكة وضياش النوي من هونش ولا أنت ما هو مهل علينا هونش أنا لا كان طبعا كابوي هذا بيها وانك قدومني تيجي اللي يراد كريد دبير وين أو كتر سن قبل كصل وحن قدومني بيها إنه كمان معوضها وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول إن دولة الصومال الآن مدحوينه سرينا إن يا نمان كان نوك نادو جد قابارها كل وانو مهز علينا إن بيها نروس ودي بينا وينوي مادين إن وأنا كجدوني أصير دو كلنا مسؤولين تجد قابارها قبل كسول يا كهضلي وحنا هذا اللي دي كبيدها أصيرة كا وانو نمت هنو جد ذا يوضيعش مقالة دولي بني بيه مقالة عن قصة تلاقي إن شاء الله والله نعمين يا بس وحالك قاعد باهي باهي دي هوري كبل إن يتعلو وايو انتي أنا شو سعيني ديگان فربطان أرهير بادي أبا كو حيران مغالا تانا إن لتحقل يو ومضان تاهي مغالا دو مغالا دو عيلا مالي دامنا مالي بركدو هنا اللبسان رميلي وانا نبت قليو أو شانه وحلو بعيه قديه ليدين يدمري إن السعادة على الترانسبرنسي أو دنيا كشرتو أو قريب سام بيها هيدو ورقدو مبوحية يفهم هلا هي هدير إت هاي أذا أفعل قاضي ذلك كم شرتو هيدو هكعش هذا نمطة وحوش غنيا وذلك يدتك وحلو بها هي طلابة دق دقة أو دويدة 24 أوريسا إن قاضة أقول مثلا قبل كسول ينواحي سحارة أبارد وبيالانيد وعنطلانيد بكتشت عبد الرحمن أحمد للأمم تيفي لاس عنود